بسم الله ربنا آتنا ما تحبه منا بصدق الإسلام والإطلاق ومن صفاء الإيمان ومن قمة الإحسان آمين يا علام يا حنان يا من ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين بقلوبهم مرض والقاسية قاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق فيلقى العلم من إنس والجن من يهود ونصارى ومسلمين اليوم مش خسارة فيؤمن به فتخبت قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية أي في شك ولا يزال الذين كفروا في مرية ولي مورتين أكثر من الغربيين هم الملحدين وبين فيما سبق كانهم هم قمة سلم الجاهلين بدأ يعرفوا عن أسرار الجهاز التنفسي أو الجهاز المخي والمخيخي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري والجهاز الحركي والكمبيوتر مين شنو تعرف؟ تعرف على أنسجة العظام والغضاريف ماذا تعلم؟ لما قلت أنا ملحد أن جربت الأديان وقلت لا راسلة لا بحقيقة وقلت منكم يا جنس الحقيقة ثم أن يعلم القرآن يقرب من الحقيقة ولكن الحقيقة تبقى لله سلاك رجدي أتر كوني سور دابريتي سطي طلاع سلاك نفس دالله والسلام على أهل الإسلام.